أن الحرقة أو الحسرة الندم الذي في نفوسهم والشعور لأنهم يضعفون يريدون أن يرجعوا إلى الله ثم يضعفون ثم يريدون الرجوع إلى الله ثم يضعفون، هذه بشارة لهم بأن الإيمان قوي في قلوبهم لأنهم يحبون الله، وما داموا يحبون الله فهذا مبشر بأن الله يحبهم ويحبونه. والله يا إخواني لو لم يحبكم الحق سبحانه وتعالى ما قذف في قلوبكم الألم، الضمير، هذا التألم، الشعور أنه يعني أنا عندي تقصير، الشعور بأنه لو حصلت مشكلة هذا أكيد بسبب تقصيري، لوم النفس هذا علامة على نور الإيمان. الشمعة موجودة لكن الشمعة تحتاج إلى حمايتها من الريح حتى لا يطفئها. الذي يطفئ هذا النور وهذه الشمعة إقرار النفس على المعصية.